السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة 2023، معكم ملاك أبو حويج من لجنة الطب البشري. اليوم إن شاء الله راح نكمل البارت الثاني من تشابتر 2، واللي هو البارت الأخير يعني. طبعا أنتم امتحانكم الفيرست الأحد، وعندكم تشابترين داخل معكم. كل السنوات السابقة كان دخلوا 4، فأنتوا النص بالضبط، يعني كان دخلوا معنا 4 شباتر، فأنتوا يعني من حظكم، وإن شاء الله يكون امتحان أو المادة تكون سهلة عليكم. المرة الماضية وصلنا عند البيريودك تيبل اللي هو الجدول الدوري، ما حكينا كتير عنه، فاليوم رح نحكي بالتفصيل. أول إشي، مين اللي عمله، مين اللي سواه، اللي هو الكيميائي الروسي ديمتري مندليف. تمام. طيب لو جينا نطلع على الجدول الدوري، رح نلاقي إنه فيه أعمدة، صح؟ كله مقسم لأعمدة. أعمدة كل عمود منهم اسمه جروب، مجموعة. طيب بينما لو اطلعنا على الصفوف الأفقية، كل واحد منهم إيش سموه؟ سموه دورة، بيريد. طيب فكم دورة عنا هون؟ هاي 1 2 3 4 5 6 7، عنا 7 دورات. تمام. طيب بينما كم عنا عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد 18، عنا 18 جروب، 18 مجموعة يعني، وسبع صفوف أفقية، يعني 7 دورات. تمام. هلأ شو قسموا هاي المجموعة؟ مش احنا حكينا هون عنا 18 مجموعة؟ تمام. قسموا هدول المجموعات لأكتر من فرع، نقدر نقول في عنا المين جروبس، هاي هم شو يعني؟ يعني المجموعات الأساسية أو الرئيسية. في عنا ترانزيشن ميتال جروبس اللي بالنص، هدول يعني المجموعات الانتقالية. وعندنا هدول ايش سموهم؟ inner transition groups، يعني العناصر او المجموعات الانتقالية الداخلية. ليش داخلية؟ لان هيك من جوا جايين. تمام. هلا المين جروبس موجودين هون 2 منهم، مجموعتين، وهون الباقي اللي هم كمان 6. ف6 و2 قديش بيطلعوا؟ 8. يعني عندنا 8 مين جروبس. شو رمز المين جروبس؟ ايه حرف الاي. اوكي. الترانزيشن ميتال جروبس شو رمزهم؟ بي. طيب لو طلعنا على المين جروبس، حكينا هي 1A اللي هو المجموعة الأولى في العناصر الانتقالية، العناصر الرئيسية. يا رب. طيب بعدين هي 2A عشان المجموعة الثانية، و A عشان هم مين جروبس. 3A، 4A، 5A لحد 8A. تمام. يعني كم مين جروب عندنا؟ 8. طيب الترانزيشن جروبس، العناصر المجموعات الانتقالية، رمزهم بي. بس من وين بنبلش عد؟ من هون. هون هذا 1B، هين 2B، بعدين نرجع 3B، 4B، 5B، 6B، 7B. 8B بيشمل ثلاث أعمدة، 3 columns. تمام. هلأ ليش بنبلش من هون وليش هذا بيشمل 3 أعمدة؟ هذا كله ما رح أتطرق له، لأنه تفاصيل زائدة يعني إحنا مش مطالبين فيها. تمام. بس المهم من اللي أنا قلته هلأ، إنه المين جروبس 8 ورمزهم A، يعني آخر واحد فيهم 8A وأول واحد فيهم 1A. الترانزيشن ميتال جروبس رمزهم B وبلشوا من 1B وبنتهوا ب8B. هدولة ما فيش لهم يعني تفاصيل، بس انه نعرف انه اسمهم inner transition metal groups. تمام. نقرأ هون، عم بيقولكم هون البيريود هو الهوريزنتال روز، وعندنا 7، يعني بيقولكم انه الدورة هي الخط الافقي او الصف الافقي، وعندنا 7 دورات. بينما الجروب في عندنا 18 جروب، وهم عبارة عن vertical columns. شو يعني vertical؟ عمودي. columns أعمدة، فهم الأعمدة العمودية. تمام. اللي هم المجموعات يعني. بيقول لك المين جروب من 1A ل8A، أما الترانزيشن جروبس من 1B ل8B. طيب نرجع للجدول الدوري، عندنا هنا الميتلز باللون الأصفر. شو يعني ميتلز؟ معادن أو فلزات. عندنا هون ميتالويدز. شو يعني ميتالويدز؟ أشبه فلزات باللون نقدر نحكي البنفسجي البارد. طيب عنا النان ميتال اللي هم لا فلزات بالأزرق. نتطلع على الجدول، شايفين كل هذا اللي بالأصفر؟ ميتالز، معادن أو فلزات، نفس الإشي. طيب اللي بالأزرق نان ميتالز، لا فلزات. طب واللي زجزاج هيك، هدول اسمهم ميتالويدز. شو يعني ميتالويدز؟ أشباه فلزات.
يعني جايين بين الميتالز وبين النون ميتالز. تمام، هذا ال H وين يعتبر نون ميتال، لأنه جاي هنا بس خلاص هو نون ميتال. تمام، نرجع بيقول لك إنه على بالليفت أند بوتوم عندنا ميتالز. شو يعني ليفت أند بوتوم؟ باليسار ولتحت. أوكي، بينما بالأبر رايت يعني يمين فوق عندنا إيش؟ نون ميتالز. بقول لك في زجزاج باند، يعني حزمة على شكل زجزاج، هاي إيش؟ هاي ميتالويدز، أشبه فلزات. بقول لك هلا إنه التقسيم لميتال ونون ميتال وميتالويدز هدول اتقسموا حسب الخصائص الفيزيائية physical properties. طيب بينما لو بدنا نحكي عن الخصائص الكيميائية، كل مجموعة إلها نفس الخصائص الكيميائية، يعني ال Li نفس خصائص ال Rb، تمام، نفس خصائص ال Na هنا، يعني بشكل عام. أوكي، هنا 8A النيون نفس خصائص الكريبتون، نفس خصائص ال Xe، تمام. شو يعني؟ يعني مثلا هدول كلهم غازات نبيلة. شو يعني؟ يعني بيميلوا لعدم التفاعل، خلاص مستقرات، بتفاعلوش مع حدا. في كم واحد منهم بتفاعلوا بس بشكل كتير قليل. فالخاصية العامة المنطبقة عليهم هي انهم ما بتفاعلوا، فهي خاصية كيميائية تنطبق على كل المجموعة. تمام تمام. طيب نرجع نحكي عن الميتال، عن الفلزات. اول شي حكينا انها بالليفت سايد ما عدا الاتش، يعني الليفت سايد كله ميتالز ما عدا الاتش الهيدروجين. طيب malleable element شو يعني؟ يعني قابلين للسحب والطرق، ممكن تشكلهم الحديد مثلا، نحكي عن الحديد، ممكن نشكل الحديد صح؟ قابل للسحب والطرق طيب less stress appearance يعني مظهر لامع، بلمعه good conductor of heat and electricity موصل جيد للحرارة والكهرباء. كيف يعني؟ يعني الحديد بوصل الحرارة وبوصل الكهرباء صح؟ صح. طيب نيجي عنا المثل اللافلزات. اللافلزات يا جماعة حكينا بالأبر رايت، وكمان بور كوندكتر اوف هيت اند الكتريسيتي. شو يعني بور كوندكتر اوف هيت اند الكتريسيتي؟ يعني موصل سيء للحرارة والكهرباء، زي الخشب بوصل حرارة لا، بوصل كهرباء لا. طيب الميتالويد وين موجود بالجدول الدوري؟ حكينا بالزيجزاج باند اللي هي هون، تمام، وحكينا انه او لا ما حكينا، بس هم ايش بيجوا انترميديت بتوين الميتالز والنون ميتالز. يعني بقولكم انه هم خصائصهم بتيجي بالوسط بين الميتالز وبين النون ميتالز، خصائصهم هيك بالنص. يعني مثلا السيليكون بقولك انه هو مش بيوصل كويس كتير زي المعادن او زي الفلزات، بس بردك مش كتير سيء زي مثلا الخشب زي اللافلزات، يعني بالنص جاي. اوكي اوكي تمام. طيب هلا احنا حكينا انه الكيميكال بيهافير، يعني انه كيف بكل مجموعه لها نفس الكيميكال بيهافير، نفس الخصائص الكيميائيه، بتشابهوا في خصائصهم الكيميائيه. يعني مثلا زي ما حكينا المجموعه الثامنه بتشابهوا بانهم كلهم ما بيحبوا يتفاعلوا مع العناصر الثانيه. مثلا هاي المجموعه بتشابهوا بانهم كلهم نشيطين بيحبوا يتفاعلوا. تمام تمام. نقرأ هلأ، نحكي قصدي عن خصائص كل مجموعة. رح نحكي عن خصائص أربع مجموعات، اللي هم الجروب الأول اللي هو اسمه الكالي ميتالز العناصر القلوية، جروب 2 المجموعة الثانية اللي هم اسمهم الكالين إيرث ميتالز العناصر القلوية ترابية، الجروب 7A اللي هو هالوجينز الهالوجينات، 8A النوبل غازز الغازات النبيلة. تمام تمام. طيب نحكي عن واحد واحد. الألكالي ميتالز القلويات، أول إشي هاي المجموعة شو العناصر اللي فيها؟ فيها زي ال I ال N A ال K ال R B ال C S وال F R. تمام. Form compounds with halogens بيعملوا مركبات مع الهالوجينات. شو المقصود؟ يعني مثلا عندنا هذا مركب N A C L، ال N A من هاي المجموعة. تمام. طب والسي ال؟ السي ال من المجموعة السابعة. فبقولك انهم اللي هم الهالوجينات، ما هي المجموعة السابعة هي الهالوجينات، فبقولك انه هدول هاي المجموعة بتعمل تفاعلات مع المجموعة السابعة. تمام. طيب لو يعني هيك بس نتطرق لتفصيل صغير زيادة، ليش مع المجموعة السابعة؟ يعني عندنا الان اي يا جماعة بتعمل ايون موجب. تمام.
والمجموعة السابعة زي سي ال بيعمل أيون سالب، سالب واحد، وهي موجب واحد. فموجب واحد بيقدروا يرتبطوا مع السالب واحد، هذا بده يفقد هذا فاقد إلكترون، وهذا بده يكسب إلكترون، تمام؟ فبيعملوا إيش؟ بيعملوا تفاعل، تمام؟ عشان أوضح لكم بس إنه ليش يعني مع المجموعة السابعة، تمام؟ اللي هو ميلتينج بوينتس، درجة ذوبان قليلة. كيف يعني؟ يعني لما نحط هذا الملح بالمي بيطول تيدوب ولا بيدوب بسرعة؟ بيدوب بسرعة، بالتالي درجة ذوبانه منخفضة، تمام؟ react with water to form products that are highly alkaline، بقول لك انه بتفاعلوا مع المي وبيعملوا مركبات قاعديتها عالية، زي ايش؟ زي ال NaOH. ال Na هيها من هون صح؟ من هاي المجموعة، وبتعملت لنا NaOH اللي هي قاعدة قوية، فبالتالي highly alkaline، كتير قاعدي. طيب never found in pure state، بقول لك انه ما بتقدر تلاقيه بالطبيعة بانه يكون لحاله، هيك تلاقي Na لحالها في الهواء، ولا تلاقي Li ليثيوم. ليش؟ لانهم بيتفاعلوا مع الاكسجين الموجود بالهواء بالجو بالهواء يعني، اوكي. طيب مثلا زي الاي هي هون بتفاعل مع الاكسجين بهذا المركب اللي هو اكسيد الليثيوم، تمام. من خصائصهم المميزه انهم شايني ابييرنس، مظهر مشرق لامع، سوفت تكستشر، ملمس ناعم، هاي رياكتيفيتي، نشاط عالي، بيحبوا يتفاعلوا كتير. طيب نيجي على الجروب الثاني، الكالين ايرث ميتالز، يعني قلويات ترابية، نكتبها قلويات ترابية، اوكي. طيب هدول هم عناصر المجموعة الثانية، طبعا يعني خلاص خلاص اوكي. طيب كولد الكالين، ليش اسمهم الكالين ايرث؟ ليش اسمهم قلويات ترابية؟ لانه بنلاقيهم in the earth، اوكي اوكي، يعني لقيهم على الأرض بالتربة مثلا أو شيء زي هيك. طيب less reactive than group 1A، بقولكم إنه هم reactive، هم نشطين بس أقل نشاطا من هدول، يعني هدول أعلى إشي بالنشاط، أكتر إشي شو النشاط؟ يعني بتفاعلوا، أوكي، هدول بتفاعلوا أكتر إشي، هدول بتفاعلوا بس أقل من هدول، تمام تمام. never find in a pure state، يعني ما بتلاقيهم برضك لحالهم، بتفاعلوا دائما، بتلاقيهم متفاعلين مع إشي، تمام. جروب 7A المجموعة السابعة من العناصر الأساسية الرئيسية المين جروبس اسمه هالوجينز، اسمهم هالوجينز، هالوجينات. من وين جاي هاي الكلمة؟ من كلمة هالس اليونانية from the Greek word، معناها سولت، هالس معناها سولت، ملح. ليش؟ لأنه CL مع ال NA، NA CL شو بيعملوا؟ ملح، فسموهم منها، أوكي. طيب هاي هدول عناصرها المجموعة السابعة، فيها الفلورين والكلورين والبرومين او البروماين، يعني نفس الشيء، اوكي. طيب بيقول لك انه الاف والسي ال هم غازات في الحاله الطبيعيه، البي ار ليكويد سائل تلاقي، الاي والاي تي تلاقيهم ايش؟ سوليد، يعني صلبات، تمام اوكي. فاوند ان نيتشر اونلي ان كومبينيشن، برضك هدول مالهم بتلاقيهم، ما بتلاقيهم مش بيور، بتلاقيهم مندمجين مع شيء ثاني، عاملين تفاعل مع شيء ثاني. طيب شو صفاتهم؟ colorful and corrosive، يعني ملونين، اوكي، وcorrosive يعني بيعملوا تآكل، طلعوا كيف اجى على جلده مادة من هاي المواد فسوت له تآكل. طيب non-metals، هاي برضك لازم نحط عليها خط. non-metals شو يعني non-metals؟ يعني حكينا لا فلزات، ثواني اوكي. طيب الثمانية A اللي هم الغازات النبيلة هياتهم، lack of chemical reactivity، ما بيحبوش يتفاعلوا، بالتالي مستقرات، يعني هم مستقرات ما بيحبوا يتفاعلوا، فعشان هيك سموهم غازات نبيلة، يعني خاص ما بيتفاعلوا مع حدا، اوكي. colorless gases هم عبارة عن غازات ملهاش لون. krypton and وهذا العنصر اللي هو XE xenon combine with very few، يعني بيقول لكم انه بيعملوا تفاعلات بس كتير قليل، يعني كلهم هدول ما بيعملوا تفاعلات باستثناء هدول تنين بيعملوا تفاعلات بس كتير قليل، تمام تمام. طيب هلا نيجي على موضوع جديد اللي هو الالكترونيك ستراكشر اوف اتومز، التركيب الالكتروني للايش؟ للذرات. هلا اول شغله زي حكيناها المره الماضيه انه الذره في حواليها مدارات وبالنص النواة،
تمام. والنواة ايش فيها؟ بروتونات ونيوترونات. البروتونات موجبة الشحنة، النيوترونات ما إلها شحنة متعادلة، والإلكترونات سالبة الشحنة. تمام. فهاي الإلكترونات يا جماعة بدهم يفهموا بالضبط العلماء وين موجودين هاي الإلكترونات يعني. فما قدروا إنه يحددوا بالضبط يعني، يعرفوا إنه بالذرة هاي وين هذا الإلكترون بالضبط يعني. مثلا شايفين هو، هم عارفين إنه موجود على هذا المدار، بس مش عارفين هو بالضبط هون ولا هو هون ولا هو هون ولا... فشو عملوا؟ عملوا إشي اسمه كوانتم ميكانيكال موديل، يعني نموذج الكم الميكانيكي، عشان برضك مش عشان يعرفوا بالضبط بالضبط وينه، بس عشان يقدروا يحددوا او انه يعرفوا انه بهاي المنطقة في اكتر كثافة من الالكترونات. يعني مثلا عملوا اول اشي المدارات، ليش؟ عشان يعرفوا انه الالكترونات موجودة هاي المدارات، هيك حددنا شوي. بعدين عملوا مدارات فرعية، بعدين عملوا اشي اسمه افلاك. الفلك مثلا زي هيك بيكون فيه تركيز الكترونات، اوكي. هاي الاشياء طبعا هلا رح نحكيها بالتفصيل، بس انا بحكي لكم بشكل عام. طبعا يمكن مرت عليكم من قبل بالمدرسة، بس مش مهم يعني، رح نرجع لكل شيء. هنا عم بقولكم اسم العالم اللي سوى هذا الموديل، نموذج الكم الميكانيكي، اسمه إروين شرودنجر. تمام. One of the fundamental assumptions of the model is that electrons have both particle-like and wave-like properties. بقولكم إنه واحد من الافتراضات هاي هذا النموذج إنه الإلكترونات إلها طبيعة موجية وطبيعة جزيئية. هذا الإشي شو معناه؟ ملوش معنى. تمام. يعني هلا إحنا مش محتاجين قصدي نعرف إيش معناه يعني، بس اللي بدنا نفهمه إنه طبيعته الموجية خلتنا نقدر نعمل هذا النموذج. تمام. فبقولك هنا and that the behavior of electrons can be described using a mathematical equation called a wave function. يعني بنقدر نعرف مكان الإلكترونات عن طريق معادلة using a mathematical equation، معادلة رياضية سموها wave function. أوكي خلاص هيك اسمها. طيب. One consequence of this assumption is that electrons are not perfectly free to move about. بقولكم يعني إنه من نتائج هاي المعادلة إن الإلكترونات مش حرة تتحرك زي ما بدها، يعني ما بتتحركش زي ما بدها الإلكترونات، في أماكن معينة بتتحرك فيها. تمام. Different electrons have different amount of energy and thus occupy different regions within the atom. يعني بقولكم الإلكترونات المختلفة عندها طاقات مختلفة. كيف يعني؟ يعني مثلا الإلكترونات يا جماعة اللي بالمدار الأول طاقتها أقل من الإلكترونات اللي في المدار الثاني. فهو شو بقول لك؟ بقول لك إنه الإلكترونات المختلفة إلها طاقات مختلفة، بالتالي بتكون بأماكن مختلفة. هدول موجودين بالمدار الأول فطاقتهم أقل، هدول موجودين بالمدار الثاني فطاقتهم أعلى. تمام. كل ما قربنا من النواة بتقل الطاقة، يعني هذا المدار الأول أقل طاقة. تمام. The wave functions provide important information about the location of electrons in an atom. بقولك إنه هاي الويف فانكشن، هاي المعادلة الرياضية، شو أهميتها؟ بتعطينا important information، معلومات مهمة عن مكان الإلكترونات بالذرة. تمام. يعني هيك هاي معلومة بس هيك. طيب. An electron's address is composed of. أوكي. شو بقولكم؟ بقولكم إنه مكان الإلكترون أول إشي عاملين له تصنيفات، يعني وين مكانه. أول إشي بيكون بالمدار، بعدين بيكون في مدار فرعي، بعدين بيكون في أوربيتال اللي هو برضك معناه مدار. أوكي. طيب. The electrons in an atom are grouped around the nucleus. طيب هلا بدنا نحكي عنهم واحدة واحدة، عن هدول الشيل وسب شيل وأوربيتال. بيقول لك إنه أول إشي في عنا إشي اسمه شيلز اللي هو المدارات الرئيسية، يعني هيك مثلا نقدر نقول هاي النواة هون عنا هذا مدار رئيسي. تمام اسمه شيل. طيب according to the energy of the electrons، يعني انه حسب طاقة الالكترون بيكون بالمدار، اذا طاقته قليلة بيكون بالمدار الاول، طاقة اعلى بالمدار الثاني اعلى وهكذا. تمام. electrons in an atom are grouped around the nucleus. بقولك يعني انه الالكترونات
محطوطة بمجموعات حول النواة اللي هي المدارات، اللي هو تعريف الشيلز. أوكي، زي تعريف يعني. هذا شو ممكن يكون تعريف تاني؟ A grouping of electrons in an atom according to energy، يعني إنه نحط الإلكترونات بمجموعات حول الذرة حسب طاقتهم. أوكي، The shell is designed using the letter N، يعني المدار هذا، هاي نحط النواة، هذا المدار الأول اللي حول النواة إيش اسمه؟ N1. المدار الثاني N2. المدار الثالث N3. تمام؟ فبقول لك إنه بنوصف المدارات بالرمز N. N1 هو أول مدار، وهكذا. The farther a shell is from the nucleus، بقول لك إنه كل ما بعد المدار عن النواة بيكون أكبر، طبيعي. هاي النواة، هاي حولها المدار الأول، مدار تاني، مدار ثالث. الثالث الأبعد هو أكبر واحد، صح؟ كل ما عم نبعد عم بيكبر المدار. تاني شغلة، the more electrons it can hold، لأنه صار كبير يا جماعة فبيقدر يحتوي إلكترونات أكتر. يعني مثلا هذا بيقدر يحتوي 2، أوكي؟ هذا بيقدر يحتوي أكتر، مثلا بدي أحط أرقام افتراضية، مثلا 5، هذا مثلا بيقدر يحتوي 7، وهكذا. طيب، the higher the energies of those electrons، يعني بقول لك إنه في المدارات الأبعد الطاقة الإلكترونات بتكون أعلى، زي ما حكيت لكم هون، في المدار الأول أقل طاقة، مدار تاني طاقة أعلى، وهكذا. The easier they are to remove because they are the farthest away from the positively charged nucleus. شو عم بقولكم هون؟ بقولكم إنه شايفين إنه الذرة بالنص في نواة موجبة، فهي اللي بتخلي الإلكترونات ما يطلعوا لبرا، لأنهم الإلكترونات سالبين، فبصير زي نوع من أنواع التجاذب بين النواة والإلكترونات، فبالتالي الإلكترونات بيطلعوش لبرا. طيب، بقولك أسهل إشي إنهم يطلعوا، أسهل إلكترونات إنهم يطلعوا هم الإلكترونات على المدارات الأبعد، يعني زي هون. ليش؟ لأنهم هم أبعد إشي عن النواة الموجبة، فأقل قوة تجاذب بتكون بينهم، فبيطلعوا بسهولة أكتر. تمام؟ تمام. بقولكم أول شيل، أول شيل يا رب، فيها إيش؟ إلكترونين. أول مدار بيوسع إلكترونين، هاي قاعدة كنت تحفظوها، حفظ. ها، خلنا نرسم بس هيك. تمام، شو عم بقولكم؟ بقولكم أول مدار فيه بيكون إلكترونين، ها نرسم إلكترونين. لا ثواني، أوكي. تاني مدار فيه 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. تالت مدار 18، مش راح أرسم 18 يعني، بس فيه 18. رابع مدار هيو الفورث فيه 32. تمام. طيب كيف نعرف عدد الإلكترونات؟ في عنا هاي القاعدة، قصدي يعني كيف نعرف عدد الإلكترونات وين في كل مدار؟ بنعود في هاي القاعدة. مثلا المدار الأول ها بصير 2 في 1 أس 2، 1 أس 2 1، 1 بـ2 بـ2. بالتالي المدار الأول فيه زي ما حكوا إلكترونين، صح؟ طيب المدار الثاني بنشيل 2 نحط الN، بنحط مكانها 2، 2 أس 2 4، 4 بـ2 8، هاي حكوا إنه فيه 8. الجرب الرابع 2 ضرب 4 أس 2، 4 أس 2 16، 16 بـ2 32. تمام تمام. هلا هدول المدارات الشيلز إيش فيهم؟ فيهم سب شيلز. سب حكيت لكم مرة ماضية معناها زي تحت أو فرع، أفرع للمدارات، في مدارات فرعية. فهذا المدار الرئيسي، هاي النواة وهاي المدار الثاني، هذا المدار الرئيسي يا جماعة بيكون فيه مدارات فرعية جواته، يعني هو ما بيكون بس مدار هيك رئيسي واحد، فيه مدارات فرعية، وهذا فيه مدارات فرعية، وهذا فيه مدارات فرعية. تمام. فهدول المدارات الفرعية برضك لهم عدد معين. مثلا أول مدار فيه مدار فرعي واحد، تاني مدار فيه مدارين فرعيين، ثالث مدار ثلاث مدارات فرعية، وهكذا. حسب عدد المدار بتكون عدد مدارات الفرعية. المدار العاشر فيه 10 مدارات فرعية مثلا، يعني أوكي. طيب المدارات الفرعية لها رموز. هلا المدارات الرئيسية، المدار الأول رمزه 1، N1، أوكي، N تساوي 1 يعني. المدار الثاني 2، طيب
طب المدار الفرعي شو رموزهم؟ في عنا رموز S B D F. S B D F بالمدار الرئيسي الأول حكينا فيه مدار فرعي واحد، ففيه S، فيه مدار فرعي واحد، رمز المدار الفرعي الأول هو S. طيب المدار الثاني فيه مدارين فرعيين اللي هما S و B، تمام. المدار الثالث ثلاث مدارات فرعية S B و D. الرابع فيه أربع مدارات فرعية S B D F. يعني لو جيت قلت لكم وين بيظهر المدار الفرعي F تقولوا لي بالمدار الرابع، بالمدار الرئيسي الرابع. لو قلت لكم صح وخطأ، هل بيظهر F في المدار الفرعي الأول؟ لا غلط، لأنه المدار الفرعي الأول في المدار الرئيسي الأول فيه مدار فرعي واحد اللي هو ال S، فبالتالي ال F ما رح يظهر فيه. طيب لو قلت لكم D وين أول مرة بيظهر تقولوا لي في المدار الرئيسي ثلاث. ليش؟ لأنه هو الثالث، تمام. إن شاء الله تكون وصلت. طيب هلأ يا جماعة ال S هو أول مدار فرعي صح؟ إله قيمة اسمها، مش مهم اسمها يعني، بس اسمها عدد الكم الثانوي. فقديش قيمة ال S؟ قيمته صفر. قيمة ال B واحد، قيمته من حيث العدد الكم الثانوي. طيب ال D قديش قيمة العدد الكم الثانوي إله؟ اثنين. F ثلاثة، تمام. طبعا F هيك يعتبر إله أعلى طاقة صح؟ صح، لأن أصلا F موجود بالمدار الرابع، وحكينا كل ما زادت المدارات أو يعني بعدنا عن النواة بتزيد الطاقة، تمام. نكمل. طيب هلأ نكمل. بعطينا مثال قاعد بيقولك 3B إلى إيش ترمز؟ 3 بترمز للمدار الرئيسي، فبالتالي إحنا رح نكون بالثيرد شيل، رح نكون بالمدار الثالث. والبي بترمز للسب شيل المدار الفرعي، فرح نكون إحنا بالبي سب شيل بالمدار الفرعي بي، تمام. طب 2S رح يكون بالمدار الرئيسي 2 وبالمدار الفرعي S. 4D بالمدار الرئيسي 4 وبالمدار الفرعي سب شيل D، تمام. هلأ هون أوكي، نرجع للجدول الدوري. رح نحكي يا جماعة إنه البيريود لإيش بترمز والجروب لإيش برمز بتوزيع الإلكترونات. نشوف مثال الكربون. طبعا هذا يعني المفروض انه مارق عليكم، فنيجي الكربون 6 عدده الذري، والعدد الذري شو بيساوي؟ بيساوي عدد البروتونات. طب هاي ذره متعادله، شو يعني متعادله؟ يعني ما لها شحنه لا موجبه ولا سالبه، تمام. ففي الذره المتعادله بيكون عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات، تمام. نيجي نوزع هذول الالكترونات. حكينا اول مدار رئيسي كم إلكترون بوسع؟ هاي حكيناها هون، وين راحت؟ المدار الفيرست شيل، المدار الرئيسي الأول بوسع إلكترونين، الثاني بوسع 8، الثالث بوسع 18. طيب نيجي نمشي على هذا الأساس، الأول بوسع 2 فبنحط 2 في الأول. طيب الستة قديش ضل منهم؟ 4. الثاني بوسع 8، هل بوسع الأربعة؟ طبعا بوسع الأربعة، فبنحط 4 في المدار الثاني. طيب ثواني نمسح هاي. هيك وزعنا الإلكترونات، كم مدار طلع معنا؟ مدارين. في الجدول الدوري عدد البيريودز بيمثل لنا عدد المدارات، فلما نيجي ندور على هذا العنصر وين رح ندور عليه؟ رح ندور عليه بالبيريود رقم 2. ليش؟ لأنه عدد مداراته 2. طيب نكمل. عدد إلكترونات الغلاف الأخير قديش يا جماعة؟ 4. 4 إلكترونات في المدار الأخير، فالجروبس بيمثلوا عدد الكترونات الغلاف الاخير. شو يعني؟ يعني لما بدي اجي ادور على هذا العنصر بالجدول الدوري في انو مجموعه راح يكون؟ راح يكون بالمجموعه الرابعه. ليش؟ لانه عدد الكترونات الغلاف الاخير 4، وعدد الكترونات الغلاف الاخير بيمثل رقم المجموعه. طيب لو بدنا ندور على هذا العنصر بدنا نروح على اول شيء الدوره الثانيه هون على المجموعه الرابعه. وين المجموعه الرابعه؟ 1 2 3 4، هي المجموعه الرابعه. اوكي هاي الكربون لقيناه. اوكي طيب هلا ممكن حد يحكي لي ليش هيك وما كملتيش هون بالمجموعات؟
لانه لازم نضل في نفس الدوره، وهون ما فيش اشي، فخلص بنعدي بنمشي نيجي هون فيك واحد اثنين ثلاث. تمام، نيجي نحط مثال تاني عشان توضيح اكتر. عندنا مثلا نقدر نقول الكلور 17 عدد الذري. نيجي نوزع، اول مدار 2 بوسع، ثاني مدار بوسع 8، تحط 8 قديش ضل؟ 2 و8 10، قديش ضل؟ ضل 7. بيوسع المدار الاخير بوسع 18، فهل بوسع 7؟ طبعا بوسع 7. فعشان هيك هيك بكون ثواني اوكي، هيك بنكون وزعناهم. كم مدار طلعوا؟ 3 مدارات. المدار بدل على ايش؟ بدل على الدوره. عدد الكترونات الغلاف الاخير بدل على المجموعه، كم يعني؟ بدنا المجموعه 7. تمام، فبنيجي على الدوره الثالثه، بدنا المجموعه 7، 1 2 3 4 5 6 7. هي الكلور وصلت. طيب ننزل هلا نرجع مكان ما كنا نقرا. بقولكم انه البيريود كان بي بريدكتد باي ذا نمبر اوف شيل، يعني نقدر من عدد المدارات نعرف احنا باي دوره. تمام، حكينا ووضحنا. هلا يا جماعه كل مدار فرعي، هلا مش حكينا في مدار رئيسي، مدار رئيسي فيه مدارات فرعيه، كل مدار فرعي فيه افلاك اوربيتالز. هاي الافلاك شو تعريفها؟ regions of space within an atom where the specific electrons are most likely to be found. يعني هم عبارة عن مناطق فاضية أو فيها يعني مناطق من الفراغ فيها أكثر احتمالية تلاقي الإلكترونات. يعني وين أكثر احتمالية نلاقي الإلكترونات بالذرة؟ بهاي الأوربيتالز. تمام تمام. كل أوربيتال، كل فلك فيه إلكترونين. وين هاي المعلومة؟ each orbital can hold only two electrons. كل فلك فيه إلكترونين. نيجي نعطي تشبيه، يعني مثلا المدار الرئيسي الشل هو المدينة. أعطيكم تشبيه، كل المدينة فيها أحياء صح؟ فكل حي اسمه سبشل، مدار فرعي. طيب كل حي فيه شوارع صح؟ الشوارع هاي نقول أفلاك أوربيتالز. طيب وكل حي كل شارع نعتبر عنده بيتين. تمام، بيتين، كل بيت عبارة عن إلكترون. فكل اوربيتال فيه الكترونين، احنا حكينا صح، يعني كل فلك فيه الكترونين. فهذا هو التشبيه، يعني مدينه هي المدار الرئيسي، الاحياء هم المدارات الفرعيه سبشيلز، مدارات فرعيه فيهم شوارع اللي هم اوربيتالز افلاك، والافلاك فيهم الكترونين اللي هم شقتين مثلا او غرفتين. طيب بقول لك الفرع الرئيسي سوري الفرع المدار الفرعي اس فيه اوربيتال واحد، قاعده. مدار الفرعي بي فيه 3 اوربيتالز، مدار الفرعي دي فيه 5 اوربيتالز، مدار الفرعي اف فيه 7 اوربيتالز، وكل اوربيتال فيه الكترونين. طب لو جيت قلت لك السبشل اس قديش فيه الكترونز؟ بتحكي لي بما انه فيه 1 اوربيتال والاوربيتال فيه الكترونين معناها فيه الكترونين. طيب لو جيت قلت لك البي السبشل بي في كم الكترون فيه؟ بتحكي لي فيه 3 اوربيتالز وكل اوربيتال الكترونين، فاثنين ضرب ثلاث 6 الكترونات. دي فيه 5 اوربيتالز، كل اوربيتال الكترونين، اثنين ضرب خمسة 10 الكترونات. اف فيه 7 اوربيتالز معناها فيه 14 الكترون. تمام تمام. هلا الاوربيتال الواحد بما انه فيه الكترونين والالكترونين الاثنين شحنتهم سالبة، هل رح يمشوا مع بعض؟ لا، طب هيك تنافر، فعشان هيك هذا بيمشي هيك والتاني بيمشي هيك عكس بعض بيمشوا، يعني واحد هيك بيمشي وواحد يمشي هيك. فبقول لك انه ال two electrons differ in its spin، بيختلفوا بدورتهم، واحد بيدور clockwise spin مع عقارب الساعة، والآخر counter clockwise spin عكس عقارب الساعة. different orbitals have different shapes and orientations، يعني بقول لك انه كل فلك له شكل مختلف و اتجاهه بيتجه بشكل مختلف. كيف يعني؟ يعني طلع هذا هيك متجه، هذا متجه هيك، هذا متجه هيك. طيب orbitals in S subshells are spherical، يعني الأفلاك بالسبشل S بيكون شكلهم دائري. هي هدول أفلاك المدار الفرعي S. طيب بينما السبشل B
شكل افلاكه، شكل الاوربيتالز تبعونه دمبل شيب، زي الدمبل عارفين الاثقال اللي بنحملهم، بيكون شكلهم دمبل، قصدي بيكون شكل البي سبشلز، الاوربيتالز تبعون البي سبشلز بيكون شكلهم دمبلز لايك دمبلز. طيب بينما الاس سبشلز بيكونوا سفيريكال، يعني دائريات، سفيريكال دائري. نقرا الاس سبشلز ار سفيريكال ريجنز سنترد اباوت ذا نيوكليس، يعني بيكونوا متمركزين حول النواة. Whereas orbitals in B subshells are roughly dumbbell-shaped regions where the nucleus is at the midpoint of the dumbbell. بقولكم يعني بال S subshell ال orbitals تبعونه بيكونوا دائريين ومتمركزين حول النواة. أما ال B subshells ال orbitals تبعونهم وين بتكون النواة؟ بتكون بنص الدمبل. يعني مش هيك الدمبل هاي شكلها، بيكون النواة هون بنصهم. طيب هيا at the midpoint، النواة بتكون بنقطة المنتصف. هنا لو جينا نطلع بس هيك زي ملخص، السبشل S فيه أوربيتال واحد، الأوربيتال الواحد فيه إلكترونين، شكله الأوربيتال هاد سفيريكال دائري. ال B سبشل فيه ثلاثة أوربيتالز، بما أن كل أوربيتال فيه إلكترونين فهدول رح يطلعوا ستة، وشكل ال B دمبل. هلا الباقيين ليش ما حكينا شكلهم؟ لانه شكلهم معقد كثير وما بندخل فيه. بس هون خليني احكي ملاحظه، البي اوربيتالز المدارات تبعون ال قصدي الافلاك تبعون السبشل بي، مش حكينا على شكل دمبلز، بس في لهم ثلاثه، في لهم هذا الشكل، في لهم هذا الشكل، في لهم هذا الشكل، كل واحد نرمز له رمز، في واي اكس وزد. اوكي هاو ماني اوربيتال ان ذا ثيرد شيل، كم اوربيتال بالمدار الثالث؟ شو يعني؟ هل هو خمسة؟ هل هو ثلاثة؟ تسعة؟ أربعة؟ يعني يا جماعة بس لحظة، وقفوا لحظة وجاوبوا انتو. طبعا اللي جاوب انه اللي جاوب ايش بالثيرد شيل، كنت تنتبهوا انه الشيل هون المدار الرئيسي والافلاك موجودين في المدار الفرعي، تمام؟ فالثيرد شيل كم سب شيل فيه؟ فيه ثلاثة، فيه اس وبي ودي. طب الاس كم اوربيتال فيها؟ واحد. البي ثلاثة، الدي خمسة، خمسة زائد ثلاثة زائد واحد بيساوي قديش؟ تسعة. فالجواب سي. طبعا في ناس شو فكروا؟ فكروا من ثيرد شيل انه ثيرد سب شيل اللي هو دي، فشو جاوبوا؟ خمسة. اللي ما جاوب هيك وجاوبه صح فشطورين. طيب question، how many electrons are present in an atom that has its first and second shells filled and has four electrons in its third shell؟ شو عم بقولكم؟ بقولكم اعرفوا لنا كم الكترون بهذا العنصر. طيب شو ماله هذا العنصر؟ عنده first و second shells filled، شو يعني؟ يعني الأول المدار الرئيسي الأول والثاني تسكروا بالإلكترونات، تملوا بالإلكترونات. الأول قديش بوسع؟ بوسع اثنين. الثاني قديش بوسع اصلا؟ ثمانية. طيب بعدين كمل بيقول لك and has four electrons in its third shell، في الغلاف الثالث في المدار الثالث عنده اربع الكترونات، يعني ما مش مفلل، فيه اربعة. نجمع اثنين وثمانية عشرة واربعة، عشرة واربعة اربعتاش، فبيطلع لنا اربعتاشر الكترون. تمام يعني بسيط ان شاء الله السؤال. هاي نرجع لها بعدين. اوكي نكمل هلا. الكترون كونفيجوريشنز، يعني شو يعني الكترون كونفيجوريشنز؟ يعني توزيع الالكترونات. It is the exact arrangement of electrons in the atoms, shells and subshells. يعني هو ترتيب الالكترونات في المدارات الرئيسية والفرعية. كيف يعني؟ هلا بفرجيكم. لو اجي للكربون مرة تانية، تذكروا كربون ستة، هذا بدي اوزع الالكترون كونفيجوريشن، انك توزع يعني زي ما كنا نسوي قبل شوي، بس في طرق معينه. هلا المدى انا كنت اوزع لكم 2 4 صح، بس احنا ما بدنا زي هيك، بدنا طريقه ثانيه. المدار الاول يا جماعه كم سب شيل فيه؟ فيه سب شيل واحد اللي هو الاس، صح؟ صح. طيب الاس كم اوربيتال فيها؟ اوربيتال واحد، بالتالي كم الكترون توسع؟ 2.
لأن الأوربيتال بوزع إلكترونين. طيب نيجي على المدار الثاني N، قصدي 2. المدار الثاني 2 كم مدار فرعي فيه؟ 2 S و B صح؟ طيب ال S كم أوربيتال فيه؟ أوربيتال واحد، أوربيتال فيه إلكترونين. ال B كم أوربيتال فيه؟ 3 أوربيتالز صح؟ كل أوربيتال بوسع إلكترونين، بالتالي ال B كم إلكترون بوسع؟ 6. طب إحنا راح منا 2 هيها هون، وكمان 2 هيها هون، قديش ضل؟ 2، بنحط آخر 2 بال B، هي 1 2، يعني هون نكتب رقم 2، نمسح هدول، ندوس عشان أفهمكم، ثواني نرجع نحط هداك الخط. طيب وصلت؟ هيك هذا هو التوزيع اللي بدنا نتعرف عليه هلا، اللي بدنا نصير نوزع على أساسه. بنحط أول إشي يا جماعة رقم المدار الرئيسي، بنحط السبشل تبعه، وبعدين نحط عدد الإلكترونات اللي بوسعهم هذا السبشل، بعدين الثاني المدار الثاني، المدار الثاني عنده سبشل S وسبشل B، وهذا بوسع إلكترونين، هذا بوسع 6، بس إحنا مش رح نحط 6، إحنا قديش ضايل عنا؟ ضايل عنا بس 2، خلص حطينا 2، حطينا 2 هي 4، ضل عنا 2، ليش؟ لأنهم كلهم 6 أصلاً، فبنحط بس بالبي 2، هيك بكون خلصنا التوزيع. طيب نمسح ونجرب كمان مثال. تمام، هذا مثال الكلور، الكلور كان 17 إلكترون. نيجي نوزع، أول إشي 1، المدار الأول فيه سبشل 1، هذا الإس بوسع إلكترونين، لأنه فيه مدار، فيه فلك 1، أوربيتال 1، والأوربيتال هذا بوسع إلكترونين. طيب 2، الاثنين عندهم سبشل إس وسبشل بي، صح؟ الإس توسع إلكترونين، نحط فيه إلكترون، البي بتوسع 6، نحط 6، هيك قديش صار المجموع؟ 6 و2 و2 10، قديش ضايل لنا؟ 7، ضايل لنا 7 من 17، لسه بدنا نكمل معناها. نيجي على 3، 3 فيها 3 أفلاك، سوري، 3 فيها 3 سبشلز، الإس، البي، والدي، صح؟ صح. طيب وين وصلنا؟ أوكي، الثلاث الإس توسع 2، البي توسع 6، بس هل إحنا محتاجين نحط 6 كاملين؟ تعالوا نجمع 2 و2 4 و6 10، و2 12، قديش ضايل لنا من 17؟ ضايل 5، معناها بنحط بالبي هاي بس 5، خلص مش محتاجينها. تمام، وصلت كيفنا نعمل التوزيع الإلكتروني؟ إن شاء الله تكون وصلت. فهو نرجع نقرأ التعريف، بقول لك إنه exact arrangement of electrons، الترتيب تبع الإلكترونات بالذرة باستخدام الشيلز، المدارات الرئيسية، والسب شيلز S S و B وهكذا. تمام، في له قواعد الموضوعات. أول قاعدة إنه الإلكترونات بتبلش باللوست انرجي اوربيتالز. شو هي اللوست انرجي اوربيتالز؟ حكينا كل ما كنا قراب من النواة بنكون اقل طاقة، بالتالي المدار الاول شيل 1 رح يكون اقل طاقة، فعشان هيك انا لما بلشت لكم توزيع قلت لكم 1 اس، فبلشت بالمدار الاول، لاني بلشت بالمدار الاول، بالتالي قلنا لما بلشت لكم بالمدار الاول لانه هو اقل طاقه، فاحنا بنبلش بالاقل طاقه بنعبيه الكترونات. تمام، بعدين 2 اس، لانه 2 هو المدار اللي بعده اللي اعلى شوي طاقه، بعدين اللي اعلى شوي اللي اعلى شوي وهكذا. تمام، هاي هي اول قاعده. وكمان شغله، الاوربيتالز اللي موجودين بالاس هون اقل من اقل طاقتهم من الاوربيتالز اللي موجودين بالبي، اقل طاقتهم من الاوربيتالز الموجودين بالدي، اقل من الاف وهكذا. فهو شو بيقول لك هون؟ بيقول لك انه بلش نعبي بالاوربيتالز الاقل طاقه، والاوربيتالز الاقل طاقه هم الموجودين بالمدارات الاصغر، بالمدارات الرئيسيه الاصغر يعني، وبس. طيب واللي رقمهم اصغر يعني اس اقل من بي، وبي اقل من اف، ودي ودي اقل من اف وهكذا. طيب beginning with 1s within each shell the orbital energies increase in order. طيب شو بقولكم؟ زي ما قلنا قبل شوي بقولكم بس انه الطاقة تبعت الافلاك بتبلش تزيد كيف؟ اول اشي s، بعدين ال b اعلى، بعدين ال d اعلى، بعدين ال f اعلى. تمام طيب، والمدارات طاقتها حسب رقمها،
المدار الأول أقل من المدار الثاني، أقل من الثالث، أقل من الرابع. Above the 3B level, the order of how shells are filled is not as straightforward. يعني بقولكم لما نوصل 3B، احنا مش بنبلش 1S 2S 2B 3S 3B، بقولكم من حد 3B بنبطل نمشي زي ما احنا كنا نمشي زي هيك. يعني بعد 3B بتعرفوا ايش بيجي؟ بيجي 4S، ما بيجيش 3D. ليش؟ هلا بتعرفوا. For example, the 4s orbital is lower in energy than 3d orbitals and is therefore filled first. بقولكم يعني الأربعة s رح يجي قبل 3d. طب ليش؟ لأنه أقل طاقة، lower in energy. طب كيف أقل بالطاقة؟ كيف نعرف يا جماعة طاقة المدار، طاقة الأوربيتال، طاقة الفلك؟ نستخدم هاي الطريقة. ال n زائد l شو يعني؟ هلا ال n رقم المدار الرئيسي. الشل رقم الشل، اوكي خلاص بدنا نحكيهم بالانجليزي، بطل احكيهم بالعربي. ال n رقم الشل، وال l قيمة، تذكروا ما كنت احكي لكم عن قيمة قيمة السب شيلز، شو قلت لكم ال s قيمته ال l تبعته قيمتها صفر، ال ايش كمان ال b ال l تبعتها قيمتها واحد، ال d لا سوري ال d ال l تبعتها قيمتها اثنين، وال f ال l تبعتها قيمتها قديش؟ 3. عشان نعرف طاقة الفلك، طاقة الأوربيتال، بنجمع رقم الشل وقيمة السب شل، بيطلع لنا طاقة الفلك. مثال رقم المدار 3B، أو يعني الأوربيتال اللي بنحسب طاقته هو 3B. 3 نجمع 3 رقم اللي هي الـ N اللي هي الشل، زائد قديش قيمة البي؟ البي قيمته يا جماعة 1، ال L قيمتها تبعته 1، ال S قيمتها 0، ال L تبعت ال S قيمتها 0، ال L تبعت البي قيمتها 1. طيب فبنجمع 3 زائد 1 بيطلع 4. طيب أعيد مثلا 4 أو 5 S، كيف أطلع طاقة هاد؟ أو شو بدي أكتب لكم؟ S B D F قيمة ال L تبعتهم 0 1 2 3. نحسب هلا الخمسة كيف نحسب الطاقة؟ ال N زائد ال L، ال N هون 5، ال S قديش ال L تبعتها؟ هيها 0، 5 زائد 0 يساوي 5. اوكي طيب نحسب 4 دي، ال 4 ال N زائد ال، اوكي ال N قديش قيمتها هون؟ 4. ال L لدي قديش؟ هيها 2 زائد 2 قديش تساوي؟ 6. فالأربعة دي طاقتها طاقتها أعلى من الخمسة إس، مع أنه المفروض خمسة إس مدار أكبر، فإنه تكون طاقته أعلى المفروض، صح؟ بس لا خلص، من بعد الثلاثة بي هنا بصير نحسب حسب هاي الطريقة، تمام؟ بصير في خرب، ببطل يعني زي النظام الأول، بيبطل انه كل ما زاد المدار بتزيد الطاقة، تمام؟ تمام. طيب هلا نكمل. each orbital can hold only two electrons، حكينا ولازم يكونوا opposite spin، يعني عشان opposite spin حكينا انه عكس بعض بيدوروا، واحد دور هيك واحد دور هيك. two or more orbitals with the same energy are each half filled by one electron before any one. اوكي شو بقولكم هون؟ بقولكم مثلا مش انا اجيت هذه قبل شوي اوزع بال NB 2B قصدي، حكيت لكم في ثلاث مدارات صح؟ بدي احط فيهم مثلا اربع الكترونات، كيف احطهم بالمدارات؟ بحط 1 2 3 بعدين برجع اكمل 4. ما بحط ايش؟ ما بحط 1 2 ثواني، ما بحط 1 2 3 4 وبترك الأخير فاضي، لا كل واحد أول شي بعطيه 1 بعدين بكمل، تمام؟ تمام. طيب هلا أنا دخلت على السريع، خليني أوضح لكم. هلا بنحط المدارات على شكل خط زي هيك، أو بنحطه على شكل بوكس هيك صناديق، أوكي؟ والإلكترونات بنحط 1 هيك و1 سهمه لتحت. شو مقصود فيها؟ إنه 1 بدو اتنين بيدوروا عكس بعض، هذا المقصود فيهم، تمام؟
تمام. فكيف نوزع؟ حكينا مرة تانية حكينا بنوزع أول شيء واحد واحد واحد، بعدين من الزيادة بنصير نوزعهم على باقي المدارات. يعني لو أنا عندي مثلا قلت لكم 5 إلكترونات، وزعوهم 1 2 3 4 5. أوكي، طب لو أنا قلت لكم عندي مدارين إلكترونين، تحكوا 1 2، خلاص ترى ده فاضي لأنه أنت ما عندك إلكترون أصلا. تمام، وين وصلنا؟ أوكي، هذا هو اللي أنا حكيته هلا. يعني بيقولك إنه لازم كل واحد يكون نص مليان، يعني بتحط فيه إلكترون، بعدين الزيادة بتكمل فيه. For example, one electron is added to each of the 3p orbitals before a second electron is added to fill the orbitals. هذا حكيتلكم إياه المثال اللي قلتلكم إياه قبل شوي. هلا نيجي على كيف إنه نكتب ال configurations، كيف إنه نكتب التوزيع. أول شيء هذا شرحته written representation، إنه write the subshells and its contents، إنه أكتب الشيلز وأكتب السبشيلز وأكتب الإلكترونات تبعهم. الكونتنت الكونتنتس يعني المحتوى، فإنه بيقول لك أكتب كل المحتويات، المدار الرئيسي ومدار فرعي والإلكترون. طيب مثلا هون هم وزعوا الام جي، كم عدد الذري؟ 12 1 اس، تاخذ الكترونين، بعدين 2. طب ممكن تحكي لي ليش في شيء 1 بي؟ لانه المدار الرئيسي 1، ما فيه غير مدار فرعي 1 اللي هو اس. المدار الفرعي 2 ما فيه غير مدارين اللي هم اس وبي. المدار الفرعي 3 فيه 3 مدارات اللي هم اس وبي ودي، بس احنا مش محتاجينهم عشان ما كتبناهم. طيب الواحد اس فيه 2 2 اس 2 الكترونين، يعني الاتنين بي، البي بوسع 6. طيب 6 و2 و2 10، ضللنا 2 3 اس بوسع 2، فخلص هيك خلصنا. طيب الاوربيتال دياجرامز، انه لو بدنا نوضح انه الاوربيتالز انه كيف، زي ما قلت لكم قبل شوي ممكن نستخدم لاين اور بوكس. شو المقصود؟ زي ما حكينا بشوي مثلا 2b ممكن نحط انه الاوربيتالز هيهم 3 خطوط، او ممكن نحطهم على شكل بوكسز، وكل اوربيتال بحط فيه الكتروناته على شكل اسهم. اوكي، اروز السهم يعني ارو. فهي حاطط لك بقول لك الواحد اس حاطط لك بوكس انه هذا هو فيه مدار واحد، مش قصدي فلك واحد، مش الاس فيه 1 اوربيتال. طيب فهيو حط لك بوكس واحد، كان فيه الكترون، فيه الكترون واحد، فحط سهم واحد. او ممكن نحطه على شكل ايش؟ لاين بدل بوكس. طيب اوكي نكمل. هنا عنا شورت هاند نوتيشنز، في شيء اسمه شيء شورت هاند، يعني مختصر، يعني صيغة مختصرة عن طريق ان نستخدم النوبل غاز سيمبل. كيف يعني؟ يعني مثلا بدي اوزع انا الكربون، حكيناها 1000 مرة، عنده كم عدد الذري؟ 6. طيب بدل ما اوزع الكربون هيو 6، خلينا نوزع 1s2 2s2 2b، قديش ضايل؟ 2 و2 4، ضايل 2، هيك صاروا 6. خلص فهيك هي وزعنا. بدل ما احط الواحد اس 2 بشيلها، شو بحط مكانها؟ بحط مكانها هيليوم. ليش هيليوم؟ لانه توزيع الهيليوم 1s2 نفسها، فبشيل الواحد اس 2 بحط مكانها هيليوم. طب رح تحكي لي شو الفائده، شو المختصر بالموضوع؟ لما يكون توزيع اكبر بكتير من هيك رح نستخدم ايش؟ رح نستخدم غازات نبيلة توزيعها الالكتروني اكبر. يعني طلعوا مثلا الارجون، الارجون طلعوا قديش توزيعه. فمثلا لو اجينا بدنا عنصر ايش؟ اي عنصر مثلا اللي هو 19 اكس 19، وجينا نوزع، تعالوا نوزع 1s2 2s2 2b6 3s2، هيك قديش صرنا؟ 10 12. 3b6 هيك قديش؟ 18. بعدين 4s1 صح، سنو 2 و2 4 و6 10 2 12 6 18 1 19. هيك خلصنا.
طيب ليش حطيت 4S؟ ليش ما حطيت 3D؟ لأنه 4S طاقته أقل من 3D، فبنحط 4S أول. وحكينا كيف نحسب الطاقة. طيب هلأ رح نرجع لإشي مهم عشان تعرفوا مين تحطوا أول، هلأ رح نرجع له، بس خلنا نكمل اللي بحكيه هلأ. فبدل ما أكتب كل هدول شو بعمل؟ الأرجون 18 الأتوميك نمبر تبعه، بشيل كل هدول وشو بحط مكانهم؟ بحط مكانهم أرجون، بكتب زي هيك أرجون، وبس بحط 4S1. شفتوا كيف سهل علي؟ فالأرجون قيمتها 18، قديش ضل؟ ضل 1، فهي حطيناها بالفور إس. نرجع هلأ، طيب نرجع هلأ، كيف نعرف؟ بما إنه في هون رح يصير عنا اختلاط الثلاثة دي قبل الأربعة إس قبل الثلاثة دي وهكذا، كيف نعرف؟ شوفوا، 1S، 2S، 2B، 3S، 3B، 3D، 4S، 4B، 4D، 4F، وإلى آخره. كيف بنمشي فيهم؟ بنمشي هيك، أول شي نبلش 1S، بعدين 2S، بعدين 2B، بعدين 3S، بعدين 3B، بعدين 4S. فاهمين كيف؟ مع السهم هيك بنبلش، بعدين هيك، بعدين هيك. فانت طبعا لازم تحفظوهم حفظ هدول، انه مين قبل مين. انتوا اعرفوا لحد الثلاثة بي كله مزبوط، كله يعني بالترتيب، 1S، 2S، 2B، 3S، 3B. بعدين من حد الثلاثة بي رح نبلش انه غير، فاحفظوهم. طبعا غالبا ايش اللي بيصير؟ انه الاربعة اس سبقت الثلاثة دي، اوكي؟ مع المفروض 3D قبل 4S، بس عشان طاقتها أقل فبتيجي قبلها. فال4S بعدين 3D، طلعوا 5S بعدين 4D. فالS هي الوحيدة اللي بتكون قبل الD تبع المدار اللي قبلها. شو قصدي؟ يعني 5S بعديها 4. الله أكبر، الله أكبر. طيب فعنا هون ال5S بعديها اجت الأربعة دي. شو يعني؟ يعني المدار لأنه هاي طاقتها أقل، تمام؟ فدايما تيجي الخمسة إس أو الأربعة إس أو الستة إس قبل الخمسة دي أو الأربعة دي أو الثلاثة دي. قصدي يعني إنه الدي تبع المدار اللي قبل بيجي بعد، بيكون طاقته أعلى، فبنحط الإس تبعت المدار الجديد قبل. ان شاء الله تكون وصلت. يعني ها احط لكم مثال، مثلا وصلنا 3B، بعدين ما بنحط 3D، بنحط 4S، بعدين 3D. فانه الS تبعت المدار الاكبر بتيجي قبل الD تبعت المدار الاصغر، هذا اللي قصدي اياه. بس طيب هنا خلصنا هاد، خلصنا هيك هاد. هلا هون questions بيقول لك اكتب الالكترون دياجرام اوف فوسفورس. شو الدياجرام هذا؟ دياجرام انه هيك نحط مربعات او نحط خطوط ونبين فيهم الالكترونات. طيب شو هاي المربع بيمثل ايش؟ بيمثل اوربيتال، والسهم بيمثل الكترون. حكينا ثلاث طرق لتوزيع او كتابه التوزيع الالكتروني، اللي هم هذا الاول اشي، الثاني اشي الاوربيتال دياجرام اللي هو نحط بوكسز او لاينز، وثالث اشي اللي هي الكتابه المختصره اللي هي نستخدم فيها الغازات النبيلة. طب بقول لك اعمل دياجرام تبع الفوسفور. الفوسفور بقول لك انه عددها الذري الاتوميك نمبر 15. شو بنعمل؟ تعالوا نوزن 1S. الاس قديش فيها؟ 2، 9. 2S 2، 2B 6، قديش صار مجموع هيك؟ 10. 3S 2، هيك صار مجموع 12. 3B قديش البي بتوسع؟ 6. وقديش ضل لنا؟ 2 2 4 و 6 10 و 2 12، ضل 3 بنحطهم، تمام. هلا بعمل زي هيك بوكسز عشان احط فيهم شو؟ عشان احط فيهم الالكترونز، عشان اعمل الدياجرام. الدياجرام طريقه الدياجرام هيها هي اللي فيها البوكسز واللاينز، اوكي. فهون الاس كم اوربيتال فيها؟ 1، فنحط اوربيتال 1، نحط فيهم الالكترونين. الاس اوربيتال 1. البي كم اوربيتال؟ 3 اوربيتال، هي اوربيتال 2 3.
حطينا فيهم الإلكترونات، كيف وزعنا فيهم الإلكترونات؟ واحد، اثنين، ثلاث، رجعنا أربعة، خمسة، ستة. بعدين الاس أوربيتال واحد، بعدين آخر بي برضك ثلاثة أوربيتال طبعاً، بس كم إلكترون فيها؟ فيها ثلاث، فشو كيف وزعنا؟ واحد، اثنين، ثلاث. ولا كيف ممكن نوزع؟ ممكن حدا يغلط ويروح يوزع هيك، واحد، اثنين، ثلاث، غلط وخلها فاضي، ما بيصير. لازم توزع، تعطي كل واحد نص نص نص، يعني نص الكمية اللي هي إلكترون واحد، بعدين إذا ضل زيادة بتكمل. طبعا هذول الإلكترونين اسمهم بيرد، يعني زوج. هذول اسمهم أن بيرد، غير يعني مش زوج، كل واحد منهم سنجل. طيب يعني لو قال لك بهذا الفوسفورس كم أن بيرد إلكترون، تحكي له واحد، اثنين، ثلاث. كم بيرد إلكترون؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 12 بيرد إلكترون. طيب using up and down arrows. أوكي خلصنا هذا. an element has completely filled. لأنه أوكي بقولك إنه في element عنصر عبى المدار الأول N1 وعبى المدار الثاني N2 وعنده ست إلكترونات بالمدار الثالث. طب المدار الأول قديش بوسع؟ اثنين. المدار الثاني قديش بوسع؟ ثمانية. فاثنين زائد ثمانية عشرة. وفي المدار الثالث قالك قديش فيه؟ ستة. فستة زائد عشرة 16. معناها هذا العنصر عنده 16 إلكترون. مين العنصر اللي عنده 16 إلكترون؟ تروح على جدول الدوري بتلاقي إنه السلفر. How much orbitals in this configuration؟ ممكن يسألك إنه بهذا التوزيع، هذا طبعا سنوات، ممكن يسألك بهذا التوزيع كم إلكترون، كم أوربيتال يا رب، سوري، كم فلك؟ الإس فلك، سوري، الإس فلك واحد، الإس فلك واحد، البي ثلاث أفلاك، إس فلك واحد، البي ثلاث أفلاك، الإس فلك واحد، نجمعهم واحد وواحد اثنين وثلاثة خمسة واحد ستة ثلاثة تسعة واحد عشرة، عشرة، هاي الأنسر عشرة. هدول يا جماعة عناصر، وكتبين لكم اسمهم، كتبين لكم رقمهم الذري، كتبين لكم توزيعهم الإلكتروني. هلا طبعا مش يعني مش مطلوب تحفظوا التوزيع الإلكتروني، انكم لازم تعرفوا تحلوا لحالكم، والعدد الذري بيعطوكم هم الجدول الدوري، ما تحفظوهم يعني. طيب هيك قديش ضل لنا؟ اوكي تمام. electron configurations and the periodic table. يعني توزيع الإلكترونات والجدول الدوري، يعني بدنا نكمل نفس الشيء كنا نحكي عنه. The periodic table can be divided into four regions of elements according to the electron shells and subshells occupied by the subshells filled thus. بيقول لك إنه الجدول الدوري ممكن يتقسم لأربع مناطق، بناء على إيش؟ بناء على السبشل الأخير، الأخير في التوزيع. يعني مثلا هنا ايش اخر سبشل وزعنا فيه؟ هيو الاس. سبشل يعني فرع رئيسي، مدار رئيسي، مدار فرعي يا رب، مدار فرعي. هنا بي اخر واحد، هنا بي، هون وين؟ اس. تمام. فبقولك نقدر نقسم هدول حسب المدار الفرعي الاخير اللي بتملى الكترونات لهاي العناصر. فوجدوا انه هنا اخر مدار راح يكون فيه، اخر مدار راح يكون اخر سبشل له فيه الكترونات هو الاس، زي هون اخر مدار ثلاثة، وعدد المدارات هو عدد ايش؟ عدد الدورات، صح؟ طيب والسبشل اس اللي هو هون راح يكون. تمام. بالتالي اللي بدي اقول لكم اياه انه هون اخر سبشل موجود بالتوزيع الالكتروني كان اس، هون اخر سبشل كان فيه الكترونات بالتوزيع الالكتروني للعناصر كان دي، هون كان بي، ما عدا هاي مع الاستيجه. تمام. هون كان اف. طيب the main group 1A and 2A elements on the left side of the table plus الهيليوم اللي هو هون اسمهم S block. شو يعني؟ يعني هاد مع هدول اسمهم ال S block، لأنه آخر subshell رح يكون فيه إلكترونات بتوزيعهم الإلكتروني هو ال S، فسموهم S block. هدول D block، هدول B block، وهدول ال F block. تمام.
بس هذا اللي بنحكي هون. فالانس تشيل طبعا يا جماعه، اي حدا ما فهم اي شيء، لان انا بديش اضل اعيد وازيد واضيع الوقت، فاذا حدا ما فهم شيء يبعث لي على حسابي الماسنجر اللي هو ملاك ابو حويج، واذا حدا اي عنده اي سؤال يبعث لي ما في. طيب هلا نحكي عن الفالانس تشيل اللي هو غلاف التكافؤ. شو يعني غلاف التكافؤ؟ يعني الاوتر موست تشيل، يعني اخر مدار. لما مثلا عندنا احنا في الذره ثلاث مدارات، الفالانس تشيل هو المدار الثالث. اوكي اوكي. طيب مثلا لو انا اجيت وزعت، ومش احنا حكينا انه ال 3 دي راح يجي بعد ال 4S، يعني مثلا 3B 4S بعدين ال 3D. طيب هذا هيك مبين عندي انه هو اخر مدار بالتوزيع، صح؟ هل الفالانس تشيل هو 3؟ لا، الفالانس تشيل هو 4، هو اكبر مدار بغض النظر حطيناه قبل 3D عشان طاقة وهيك، ما لنا علاقة بهذا الموضوع، المهم انه اكبر مدار هو 4. تمام. Elements in the same group of the periodic table have similar electron configurations in their valence shells, so they have the same properties. بقولكم إنه يعني العناصر بنفس المجموعة إلهم نفس التوزيع الإلكتروني. شو المقصود بهذا الإشي؟ لو طلعنا هنا هدول مثلاً نشوف عناصر بنفس المجموعة، زي مين؟ الليثيوم، هنحط جنبهم خط الليثيوم، الصوديوم، في كمان. طب خلينا نشوف هلا مبدئيا الليثيوم والصوديوم، طلعوا على توزيعهم الالكتروني. اخر مدار باي سب شيل كان فيه الكترونات؟ بالسب شيل اس. الصوديوم، لو طلعنا على الصوديوم اخر مدار باي سب شيل كان فيه الكترونات؟ بالاس. فهدول إلهم نفس التوزيع الإلكتروني، بحيث إنه آخر سبشل كان فيه إلكترونات هو S. فعشان هيك يا جماعة هدول منهم بالمجموعة الأولى. خلينا نرجع للنقطة اللي حكيتها فوق وين راحت. هون حكيت لكم إنه هون كلهم راح يكونوا آخر سبشل فيه إلكترونات إلهم هو S. تمام، فهذا تأكيد لهاي المعلومة. يعني وين رحنا؟ تمام. نكمل. فالانس الكترون، شو هي الفالانس الكترون؟ الكترونات التكافؤ هم الالكترونات اللي بالفالانس شيل اللي هو اخر مدار. فالكترونات التكافؤ هم الالكترونات المدار الاخير اللي هو نفسه المدار التكافؤ. تمام تمام. وطبعا شو بيساوي الفالانس الكترون؟ بيساوي الجروب نمبر، يعني الجروب نمبر يعني رقم المجموعه. يعني قلتلكم الكترونات التكافؤ 5، بتعرفوا انه احنا بمجموعة 5، لانه حكينا لما وزعنا، تذكر لما وزعنا الكربون كان 2 4، حكينا انه 4 هو رقم المجموعة، فبنروح المجموعة 4 عشان نلاقي الكربون. تمام تمام. There is a general electron configuration of valence shell electrons of the elements, and this table represent the general valence shell configuration of the group A elements. عم بقولكم انه هو هذا الجدول شو بيعرض لكم؟ بيعرض لكم انه توزيع العناصر، توزيع الالكترونات العناصر بالمجموعات المين جروبس كيف بيكون. المجموعة الاولى بيكون اخر اشي فيها NS1، المجموعة الثانية NS2، المجموعة الثالثة بيكون NBN1. ليش؟ لانه المجموعة الثالثة يعني عندها 3 الكترونات بمدارها الاخير، هي 2 و1 مع بعض 3. المجموعة الرابعة يعني عندها 4 الكترونات بمدارها الاخير، فهي 2 و2 4. طبعا يا جماعة انتوا راح تحكوا طب هذا مدار وهذا مدار، لا الاثنين هذول نفس المدار راح يكونوا، مثلا 3S و3B، ما الثلاثة فيها مدارين فرعيين S و B، صح؟ فالكتروناتهم بنحسبه على نفس المدار الرئيسي، على المدار 3، حتى لو اكتر من مدار فرعي، المهم انه لنفس المدار الرئيسي. تمام، يعني احنا بنحسب الكترونات التكافؤ في المدار الرئيسي مش بالمدار الفرعي. شو قصدي؟ يعني عندي قصدي مثلا 2S 2B، هذا فيه 2 هذا فيه 3، قديش؟ ها وكمل 1S2، كم
الكترونات التكافؤ هم الكترونات الغلاف الاخير. وين الغلاف الاخير؟ الغلاف الاخير هو 2 صح؟ حتى لو في منه اكثر من غلاف فرعي، المهم انه هو 2. 2 كم الكترون فيه؟ هي 2 و3 5، معناها الكترونات التكافؤ 5 تمام. فعشان هيك حاطين لكم هون الاس والبي عادي، لانهم 2 موجودين في المدار الاخير. 4 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 5 7 2 6 8 تمام تمام. ان شاء الله تكون وصلت. الكترون دوت سيمبلز يعني انه بدنا نسوي نمثل الالكترونات عن طريق النقط. طلعوا كيف هيك عن طريق النقط. طيب كيف بيصير هذا الاشي؟ بنجيب الكترونات الغلاف الاخير بنوزعهم حوالين العنصر بس بكل بساطة. يعني مثلا المجموعة الاولى كم من رقمها، من المجموعة الاولى كم الكترون في غلافها الاخير؟ الكترون واحد، لانه حكينا المجموعة بتمثل عدد الكترونات الغلاف الاخير. فهي المجموعة الاولى كم عدد الكترونات الغلاف الاخير؟ واحد، لان هي مجموعة رقم واحد تمام. طلعوا حطينا الكترون واحد، الكترون واحد بس هيك بنكون مثلنا. يعني مثلا نيجي على ايش Cl 17 وزعناه المرة الماضية 2 8 7. هاد توزيع سريع يا جماعة، مش قادرة اقدر كل مرة واحد اس 2 و 2 اس 2 وهكذا تمام. خلاص هذا يعني انه هيك على السريع. في اخر غلاف في 7 الكترونات، فبنحط حواليه 7 الكترونات. 1 2 لا ثواني، شوف كيف بنوزع، احكي لكم كيف بنوزع. هاي Cl 1 2 3 4 5 6 7 ثواني، هذه 7 اوكي. يعني اول اشي لازم نملي كله واحد واحد، يعني لو كان 4 مثلا هات اي رمز اكس 1 2 3 4، ما بنفع احكي 1 2 3 4 واترك هدول فاضيين. لا، اول شيء بوزع واحد 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 واحد، بعدين بلش املي في الثاني تمام تمام. نقرا هنا ايش مطلوب. بقول لك انه لويس سيمبلز، هذول اسمهم رموز لويس، هاي الطريقة اسمها رموز لويس. دوتس ار بليسد اراوند ذا اتوميك سيمبل، يعني النقط بتنحط حوالين رمز العنصر. وشو قديش هدول النقط عددهم؟ عددهم بيساوي عدد الالكترونات المكافئة اللي هم الكترونات الغلاف الاخير. يعني بقول لك الجروب A 1 الجروب جروب رقم 1 عدد الالكترونات التكافؤ تبعته 1، فبنحط نقطة واحدة. جروب 2 عدد الالكترونات التكافؤ تبعته 2، فبنحط نقطتين. جروب 3 3 4 4. The dots are distributed. بقول لكم انه يعني لازم تحطوا نقطة 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 نقطة، بعدين تبلشوا بالنقطة الثانية، مش نحط نقطتين نقطتين نترك هدول فاضيين. طيب as more electron dots are added they will form pairs with no more than two dots on one side. تمام، يعني احنا حطينا هون مثلا دوت هون دوت هون دوت هون دوت، بلشنا نحط النقط الثانية، مستحيل يطلع معنا بالجانب الواحد اكثر من نقطتين. يعني ما ينفعش احط ثلاث نقطتين، غلط، بس نقطتين كأكتر حد تمام. بقول لك اكتب اكتب ايش اكتب بطريقة الالكترون دوت سيمبل للعنصر اكس اللي هو موجود في جروب 5A. طبعا هاي الطريقة اسمها الكترون دوت سيمبلز، يعني رموز الالكترونات النقطية، الالكترونات النقطية تمام. هون بنطلع موجود في الجروب 5، وبما انه بالجروب 5 معناها كم الكترون في غلافه الاخير؟ 5، فبنحط اكس 1 2 3 4 5 تمام تمام. هلا نجي هون رح نحكي شوية يعني شغلات. اول اشي بدنا نعرفه انه الدورة هي عدد الاغلفة اللي هو يعني الغلاف الاخير صح؟ رقم الغلاف الاخير. يعني لما اجي انا اوزع زي هيك مثلا احكي 3 بي 4 اس 3 دي اوكي، هيك نهاية التوزيع. هاد هنا بيكون شو هاد شو صار؟ اوكي هنا بيكون الغلاف الاخير هو 3 ولا 4؟ 4 طبعا. حتى لو انه 3 دي طاقته اعلى، احنا ما لنا دخل بالطاقه، احنا لنا دخل بقديش عدد الاغلفه.
بالتالي حتى لو ال حتى لو كانت 3 دي جاي بعد الأربعة كانت هي آخر واحدة ما إلنا علاقة، المهم إنه عدد الأغلفة 4. تمام تمام طيب، فاللي بدنا نفهمه أول شغلة إنه دائما رقم الدورة هو رقم المستوى الأخير، أكبر رقم في التوزيع بغض النظر من مكانه. تمام، رقم المجموعة. أوكي، رقم بالنسبة لرقم المجموعة يا جماعة، هلأ بقول لك إذا كان التوزيع الإلكتروني للعنصر بينتهي بالفلك S، يعني أنا وزعت تمام وآخر إشي وصلت مثلا 3S2، إذا كان آخر إشي بالتوزيع الفلك S معناها بيكون هذا هو عدد هذا هو رقم المجموعة. ليش؟ لأنه عدد إلكترونات الغلاف الأخير. أوكي طيب، طب لو كان 3 استغفر الله، طب لو كان 3S2 3B4 مثلا، أوكي بيكون قديش رقم المجموعة؟ 2 و4 6، بيكون رقم المجموعة 6 لأنه هدول التنين موجودين بالغلاف الأخير اللي هو 3. تمام، الثلاثة يعني بتحتوي على هدول الغلافين الفرعيين وفيهم قديش إلكترونات، هذا فيه 2 وهذا فيه 4، 2 مع بعض 6. فيعني اللي بدنا نعرفه إذا انتهى التوزيع في الفلك S بيكون عدد إلكتروناته هو رقم المجموعة، بيكون هو إلكتروناته هي إلكترونات الغلاف الأخير. أوكي، إذا كان S و B بنجمع ال S وال B بشرط يكون نفس الرقم، 3S 3B، مش يكون مثلا 3S بعدين 3B بعدين كيف بيطلع 4S مثلا 3D، مش مثلا 3B و4S، لا لازم تاخد 3S 3B بس انه يكونوا اخر اشي، يعني ما يكونش هدول موجودين اصلا. تمام تمام طيب، فاذا كان العنصر توزيعه الالكتروني بينتهي بالفلك S بيكون رقم المجموعة عدد الالكترونات في المستوى الأخير اللي هي إلكترونات التكافؤ اللي هي بتكون وين؟ على الاس. تمام تمام طيب، إذا كان بينتهي بالفلك بي بيكون رقم المجموعة اس وبي، إلكترونات اس وبي مع بعض لنفس رقم مستوى الطاقة، مهم جدا، يعني يكون 2 و2. أوكي، بناخد ساعتها الاس والبي تبعتهم، 2 زائد 2 هون 4، معناها رقم المجموعة هو 4 لأن عدد إلكترونات الغلاف الأخير اللي هو 2 مع بعض 4. أوكي أوكي طيب، هلأ بالنسبة إذا كان بينتهي بالفلك دي، شوفوا يا جماعة، إذا كان بينتهي بالفلك دي في بس ملاحظات للتوزيع باستخدام الفلك دي. شو يعني شو قصدي بهاي الملاحظات؟ إذا كان 4، إذا كان دي ضايل لها 4 إلكترونات وحطيناهم تمام أو 9 إلكترونات، متى بيكون يعني التوزيع أكثر استقرارا؟ لما يكون الفلك دي فيه نصه 5 أو كله 10. ما هو دي قديش بيحتوي؟ بيحتوي على 5 أوربيتالز، 5 أفلاك. أوكي، بالتالي كم إلكترون؟ 10 إلكترونات. فمتى بيكون الدي أكثر استقرارا؟ الدي الأخيرة يعني متى بتكون أكثر استقرارا؟ لما يكون فيها يا إما نصها 5 يا إما كلها 10. بالتالي أنا إذا كان زي هيك 4، إذا كان الدي فيه 4، طب أنا كيف يعني قربت أصير استقرار؟ فشو بروح بعمل؟ باخد من الإس تبعت الرقم اللي قبله باخد منها واحدة بعطيها إياه، بتصير الإس 1 والدي بتصير 5، بصير هيك أكثر استقرار، هذا نصه وهذا نصه، يعني فلك بوصل للاستقرار لما ايش؟ لما يكون في النص او كامل. فهنا الواحد هاي نص لانه كامل كان 2، والخمسة هاي كانت 4، الاستقرار تبعها اكتر 5. تمام، فهيك صرنا مستقرين اكتر من قبل. طيب بقول لك انه يعني ممكن نكتبهم هيك، ممكن نكتبهم هيك بس الافضل اللي فوق. تمام تمام، بالنسبة اذا كان 9، طيب 9 ضايله 1 وبصير كامل، بياخد من 2 1 بصير 10 عشان يصير أكثر استقرارا. تمام، فبصير الاس ثواني شو هاد، تمام، فبصير الاس عليها 1 والدي عليها 10. تمام تمام، يعني ما بينفع تلاقي دي عليها 9، هذا غلط، ما بينفع تلاقي دي عليها 4 غلط، لازم تكون إذا كانت 4 لازم نخليها 5، طب لو كانت 3 لا خلص، لو كانت 2
لا برضك بعيد ما بنقدر نعطيها، لانه كانت ثلاثة وبدنا نعطيها من الاثنين، ايش نعطيها تنتين يعني وتصير اس فيها صفر، هيك مش استقرار. تمام، بس لما تكون الاس اثنين وناخذ منها واحد تصير فيها واحد بس نص، اوكي هذا استقرار. اما يصير فيها صفر هذا مو استقرار. فاي رقم غير أربعة وتسعة ما بنعطيه إشي، خلاص بضل زي ما هو. بس الأربعة وتسعة لا بنكملهم، لا يا للنص يا للآخر. تمام، بالنسبة لرقم الدورة زي ما تعودنا هو رقم المستوى الأخير، أكبر رقم في التوزيع. أما رقم المجموعة، شوفوا يا جماعة الدي إذا كان هو آخر واحد، أوكي مثلا 3 دي إذا كان هو آخر واحد خلاص رقم المجموعة هو عدد إلكتروناته. يعني مثلا هنا بنيجي زي هيك آخر إشي دي، رقم إلكتروناتها خمسة معناها المجموعة خمسة. بس وين بالعناصر الترانزيشن الانتقالية؟ تمام، طيب ممكن ناخد ال اوكي هذا متى بناخد، بقول لكم خلاص دائما بناخد الدي اوكي، بس بدكم تعرفوا انها من العناصر الانتقالية. شو يعني؟ يعني المجموعة خمسة هين، وين رحنا؟ نرجع على اوكي هون راح تكون هاي المجموعة خمسة. تمام، يعني مش انه نبلش واحد اثنين هيك بنعد مع العناصر الانتقالية، العناصر قصدي الرئيسية، ما بنعد بالعناصر الرئيسية بس بنعد هون في منطقة العناصر الانتقالية، بلش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تمام، نرجع هيك هنا ضايل اشي، الله أكبر الله أكبر. طيب هيك بنكون خلصنا. يعني طبعا إذا بتلاحظوا هون استخدمنا ال KR وهو من عناصر النبيلة عشان نستخدم طريقة الشورت هاند اللي هي مختصرة، وكملنا. تمام، هذا جدول الغازات النبيلة عشان تحفظوه، يعني عشان تعرفوا تستخدموهم فلازم تحفظوهم. تمام، هيك بنكون وصلنا لنهاية هاي المحاضرة. اي اشي مش مفهوم تقدر تبعتولي ان شاء الله بشرح لكم اياه، اي سؤال عندكم برضك تقدر تبعتولي، ويعطيكم الف عافية.